عقدت صباح اليوم قمة الاستدامة المستقبلية، والتي خصصت للحديث عن حلول الطاقة خلال الأعوام المقبلة، وذلك على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، والذي تنظمه مصدر والتابعة لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل. وعقد على هامش الأسبوع حفل إطلاق تقرير مجلس التعاون الخليجي بواسطة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة آيرينا، إذ تم عرض بعض الإحصاءات والأرقام التي تتحدث عن واقع ومستقبل الطاقة النظيفة في دول الخليج. كما ووقعت جامعة خليفة الإماراتية اتفاقية تتعاون مع شركة الوهج للاستثمار، والتي يمثلها المخترع الأردني الدكتور أيمن المعايطة، لإقامة نموذج تجريبي لبراءة الاختراع التي سجلها المعايطة في مجال تقديم حلول عملية لتخزين الطاقة الشمسية على مدى 24 ساعة. هذا الاختراع هو الجيل القادم من أنظمة الطاقة الشمسية المركزة. هذا له مزايا عديدة تفوق كل ما هو معروف في أنظمة الطاقة الشمسية المركزة، من أهمها القدرة على توليد الكهرباء بكفاءة هي الأعلى تاريخيا، تصل كفاءة إلى 50% مقارنة إلى 17% مما هو معروف سابقا، وفي نفس الوقت التخزين بكلفة زهيدة جدا تصل إلى ما نسبته 1% من كلفة التخزين في البطاريات، أي نستطيع أن نخزن الطاقة نهارا ونولدها ليلا أو في أي وقت بدنا إياه في الواقع، بيسموه ديسباتشبل انرجي. من ناحيته قال رئيس جامعة خليفة إن هذه الاتفاقية ستتيح للجامعة تجربة نموذج الأعمال كمرحلة أولى في سبيل السعي إلى البدء بها بشكل تجاري في مرحلة لاحقة. توقيع اتفاقية لإنشاء إحدى الشركات التي ستتخذ من جامعة خليفة ومعهد مصدر مركزا لها. الاتفاقية هذه تنص على تعاون في إنشاء مشروع يكون موجود في الجامعة بتمويل من براءة اختراع من الشركة الخاصة، وأيضا الجامعة تساهم بطلبة طلبة الدكتوراه وطلبة الماجستير اللي موجودين في الجامعة، والموقع المشروع راح يكون جامعة خليفة إن شاء الله.